مثل ما شفنا فرحة وطن بأكمله بتشريف وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الدرعية اليوم تنطلق تاريخيا وتنطلق إلى المستقبل، اللي أطلق لقب جوهرة المملكة يعني صار رائع جدا، لأن بالفعل هي جوهرة يحكيها التاريخ إلى اليوم. تعليقك دكتور على كل هذه البهجة اللي عشناها اليوم في حفل بوابة الدرعية. والله خليني أقول لك أني أشعر بالحزن، لأنه أنا وأنت وأنا من شهرين مرسلين لي دعوة عشان أحضر، بس عشان البرنامج ما حضرنا، لكن حاضرين بقلوبنا، لأن اللي شفته أنا شيء روعة، لا من حيث الإخراج ولا من حيث الفقرات ولا من حيث الاختصار ولا من حيث العرضة ولا من حيث أيضا الاسم. لما تقول بوابة الدرعية أنت تستحضر بوابات، تستحضر تاريخ، تستحضر اسم، أيضا جوهرة المملكة حيكون اسم مميز. أنا أتساءل دائما يا أبو يحيى وأقول فعلا هل الرؤية أو خلينا نقول بالضبط اهتمام الأمير محمد سمو ولي العهد، هل فعلا حنا عدنا اكتشاف السعودية؟ يعني أنت وأنا تتأكدين كنا نمر مثلا من العلا، نمر من الدرعية، نمر على أنها منطقة أوكي بالتاريخ نعرف عنها، الآن كأننا نفتح صندوق التاريخ ونستخرج منه الجواهر والدرر ونعيدها تقديم الناس. فهل فعلا احنا الآن بصدد إعادة اكتشاف السعودية على يد سمو ولي العهد؟ أنا أعتقد أنه مو بس بصدد إعادة اكتشاف السعودية، بل وتقديم سعودية جديدة. السعودية احنا في نتكلم اليوم عن الدرعية ونستحضر التاريخ فيها، ونتكلم بكرة عن مين؟ عن النيوم، عن النيوم. ونصنع مستقبل جديد فيها، والعلا والبحر الأحمر، صحيح، والقدية. القدية أنت أزاء فعلا، أزاء فعلا، أزاء حزمة من التراث اللي كنا فعلا خلينا نقول ما اهتمينا فيه، ما اهتمينا فيه، الآن احنا بصدد الاهتمام. أيضا الدرعية ترى لم تعد بلدة، هي رمز تاريخي. لما تقول الدرعية انت تستعرض 400 سنة 500 سنة 600 سنة وشاهد حتى الآن المساكن. ولذلك لازم ما ننسى ونشكر مندوب المملكة في اليونسكو آنذاك زيادة الدريس، اللي فعلا بذل جهد كبير وكان معاه الملك سلمان آنذاك أمير الرياض خطوة بخطوة، حتى يقول لما فزنا إننا ما أعلن الخبر حتى نبشر الملك سلمان أمير الرياض آنذاك إنه ترى كل جهودنا وجهودك اللي أنت دعمتنا فيها تكللت بالنجاح، والآن الدرعية واجهة. نعم. وكلمة حق وإنصاف دكتور، خلنا يعني نشكر كل الناس القائمين على تنظيم صحيح. وإخراج هذا الحفل، مواكبة التاريخ، الخيل والجمال والعرض السعودية، مواكبة التاريخ اليوم أعطتنا مادة تاريخية تراثية سعودية تستحق أن نحتفي فيها. وأنا معك أثني على أعتقد أنه معالي الأستاذ أحمد الخطيب وهيئة السياحة والتراث وراء الموضوع ذا أيضا، وهيئة تطوير الدرعية. يعني الحقيقة كل الناس نشكرهم، لأنه حتى الموظفين البص، أنا والله حتى اللي يتابعوا معي في الحضور يكلموني في اليوم 3 مرات عشان يتأكدوا، يعني تنظيم دقيق إلى أبعد حد. حقيقة شوف أنا أمس كنت هناك وعملنا لقاء مع الرئيس التنفيذي لبوابة الدرعية أو لهيئة تطوير الدرعية، الاستعدادات والجهود والبروبات اللي شفناها والتجهيز والمكان كلها حقيقة كانت توحي بليلة فعلا استثنائية مثل ما شفنا. يبدو أننا فعلا نزاع السعودية الجديدة، هذه حقيقة. نعم. يعني إن شاء الله من جمال إلى جمال لوطننا، ومن تقدم إلى آخر، ومن مجد إلى آخر. هذا الحفل مثل ما شفنا عرضنا لكم على الهواء مباشرة، هذا تعليق الدكتور. سيبقى جمال الدرعية وبوابة الدرعية وكل أماكننا التراثية والتاريخية والحضارية والثقافية شاهدة على تاريخ هذه البلاد وعلى عظمة هذا الوطن وكل ما قدمه ويقدمه دائما وأبدا.